حيث إن مولانا عبد الله الصديق الغماري ولأرواح آبائي وأجدادي وفي إخوة الأمير والمسلمين والمسلمين نعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله. اما بعد، من كتاب تحفة الأحواض لشخص الجامع الجليل للإمام المبارك سوري رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. الباب الثاني عشر، باب في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الكتاب التاسع والأربعين، كتاب المناسب، لإسنادنا المتصل عن مشايخنا رضا الله عن خير الإمام الترمذي في جامع الحديث الرابع والخمسين بعد 603,000. يقول: حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حموشة، وكان لا يضحك الا تبسما، وكنت اذا نظرت اليه قلت اكحل العينين وليس باكحل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. قول حموشة بحاء المهملة والميم، أي دقة ولطافة متناسبة لسائر أعضائه. الساق اللي هي إيه؟ بعد الركبة إلى القدم، هذا الجزء يسمى الساق. فعند السنان في القدم أسفل الركبة تلاقي الساق منتفخة، لأن العضلة الطولية ثم تنزل بعد ذلك إلى أدق من ذلك. هذه الدقة اللي نازلة بيسموها الحموشة. لكن المريض تلاقي ساقه نازلة كلها حتة واحدة كده، يقول لك رجلي متورمة، يبقى ضعيف البدن، عنده مرض، عنده شيء. إنما الإنسان المعتاد كامل العافية تلاقي الساق منتفخة أسفل الركبة عند عضلة السمانة، ثم بعد ذلك تجتمع كده في دقة وحموشة حتى تصل إلى القدم، وهذا يدل على كمال عافيته صلى الله عليه وسلم. وكان لا يضحك أي في غالب أحواله إلا تبسما، هو مقدمة الضحك، فيحتمل أن يجعل الاستثناء متصلا أو منقطعا. قال الطيبي: جعل التبسم من الضحك واستثناه منه، فإن التبسم من الضحك بمنزلة السنة من النوم. ومنه قوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، أي سارعا في الضحك. السنة من النوم هي مقدمة النوم، والتبسم من الضحك هو مقدمة القهقه كده برضه. فإذا إذا ضحك بلا صوت يسمى متبسما، وإذا ضحك بصوت يسمى مقهقيا. وكنت بصيغة المتكلم إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل، يعني أكحل العينين بغير كحل، يعني أكحل العينين بغير كحل، لأن أشفاره كانت طويلة، والأشفار هي الأهداف، فإذا طالت الأهداف جعلت هناك ظل تحتها عند الجفن يشبه الكحل، وهو ليس بأكحل صلى الله عليه واله وسلم، وهي من علامات الجمال. اكحل العينين اي هو مكحول العينين وليس باكحل، بل كانت عينه كحلاء من غير اكتحال. قاله القاري: وقال ابن معاذ قول اكحل العينين وليس باكحل، الظاهر ان المراد ظننت انه اكتحل، اي استعمل الكحل في عينيه، والحال انه لم يكتحل بل كان كحل عينيه. والكحل بفتحتين، الكحل بفتحتين سواد في أجسام العين خلقة، والرجل أكحل وكحيل كذا في القانون. فلفظ الحديث لا يخلو عن الإشكال، والمراد ما ذكرنا
فلعله جاء أكحل بمعنى اكتحل انتهى. قول هذا حديث حسن صحيح غريب وأخرجه أحمد والحاكم. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو فطن قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم يعني عظيم الفم، لأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، والبلاغ موضعه الفم حيث يظهر منه الكلام، فلا بد أن تكون آلة البلاغ عنده في كمالها حتى لا تلتبس الحروف ولا تلتبس الكلمات. فضلاعة الفم دليل الفصاحة، ودقة الفم دليل عدم القدرة على البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ضليع الفم أشكل العينين، وأشكل العينين قيل يعني شديد سواد السواد زي أبعد وشديد بياض البياض، وقيل أشكل العينين أي كان في مآقيه حمى صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت المآقي وهي البياض الداخلي فيه حمرة بسبب طول السهر وقلة النوم وكثرة الانشغال، ولم تظهر هذه الحمرة إلا بعد بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كان شديد بياض البياض شديد سواد السواد، ثم بعد ذلك ظهرت الحمرة بسبب انشغاله عندما بعث للعالمين نذيرا صلى الله عليه وآله وسلم. منهوش العقل وتر، ومنهوش العقل أيضا، منهوش ومنهوش العقل، العقل اللي هو الجزء الخلفي من القدم الملامس للأرض يسمى العقل، ومنهوش العقل يعني قليل لحم العقل، وهذا دليل على عدم تورم الساق القدم، ودليل أيضا على نشاط البدن. لما تلاقي واحد منهوش العقل يدل على نشاط في بدنه، إذا كان عقله فيه دهن كثير ولحم كثير يدل على أنه قليل الحركة كثير الجلود لا يستطيع المشي، فكان النبي منهوش العقل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قول حدثنا أبو قطن اسمه عمرو بن الهيثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم إلى آخره، يأتي شرح هذه الأخبار في شرح الرواية الآتية. وعن أبي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو مشهور بغندر قال حدثنا شعبة هو زوج أمه الحجاج شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوش العقل. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال واسع الفم. قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوش العقل؟ قال قليل اللحم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قول حدثنا محمد بن جعفر والمعروف بغندر قول ما ضليع الفم؟ قال واسع في رواية مسلم ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال النووي أما قول في ضليع الفم عظيم الفم فكذا قاله الأكثرون وهو الأظهر. قال والعرب يمدح بذلك ويذم صغر الفم، وهو معنى قول ثعلب في ضليع الفم واسع الفم. وأما قول في أشكل العينين فقال القاضي هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر، يعني قال على أشكل العينين لما سئل قال إيه طويل شق العين، هو كان واسع العين صحيح لكن مش معناها منهوش، يعني أشكل العينين معناه طويل شق العين مش معناه، فهنا الوهم من سماك. والصواب ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكل حمرة في بياض العين وهو محمود، والشهلة حمرة في سواد العين، يبقى فيه حاجة اسمها شكلة وشهلة. الشهلة لو كانت حمار في السواد وهذا يدل على المرض، والشكلة حمار في المآخي وهو البياض الداخلي، لأن البياض الخارجي يسمى الملاحظ، يعني سواد العين يقسم البياض إلى جزء داخلي جهة الأنف وجزء خارجي جهة الأذن. الجزء الخارجي يسمى الملاحظ والجزء الداخلي يسمى المآخي، فالحمرة تكون في المآخي ويتدل على كثرة المشاغل وكثرة المسؤوليات وأنه من عظماء الناس، لأن تملي إذا كان إنسان من عظماء الناس تجده مشاغله كثيرة
ومقابلات كثيرة ونوم قليل، هذا كله يدل على هذا. فالشكلة في المآخي يعني لي يعني كانت لا تعد عند العرب تدل على العين، لكن الشكلة تدل على المرض. وأما المنهوش فبالسين المهملة، هكذا ضبطه الجمهور، هو كده منهوش بالشين. عندك بالضبط ايه منهوش بالشين؟ تمام. واما المنهوش فبالسين المهملة، هكذا ضبطه الجمهور. وقال صاحب التحرير وابن الاخير روي بالمهملة والمعجمة منهوش ومنهوش، وهما متقاربان ومعناه قليل لحم العقل كما قال، وهو يدل على النصاب كما قلنا. قول هذا حديث حسن صحيح واخرجه احمد. وعن ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان الشمس تجري في وجهه، وما رايت احدا او ما وراه الشمس تجري يعني كان مميرا. الجماعة يعملوا لك خطب الجمعة مخصوص عشان يثبت ان النبي مش منور. خطب الجمعة كان واحد معايا امبارح من السويس بيقول في مسجد هناك في السويس ضخم جدا سموه مسجد حملة، ودخل الجامع لقاه يعني مزدحم ازدحام شديد، كلهم بقى الدهون الطويلة اللي حالين شنابهم اللي لابسين الثياب القصيرة المناظر دي. خطيب الجمعة بقى مفوت استاذ في الازهر اسمه عمر بن عبد العزيز زي ما عمر وهابي كده ما فهمت ايه اللي جرى. كل خطبة الجمعة تبدأ من الساعة 12 إلا ربع تنتهي واحدة ونص. موضوع الخطبة إيه؟ إن النبي مش نور. تصور بقى عايز يثبت شيء عجيب. أو اللي شافوا النبي اللي شافوا النبي يقول لك أنا الشمس تجري فيه وجهه. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول ما رأيت النبي والشمس إلا رأيته أضوء من الشمس، وما رأيته والقمر إلا ورأيته أضوء من القمر. اللي شافوه قالوا كده، وهو ده ما شافوش ومشوفه يقول عليه ضمن حاجة غريبة. كل ده ليه؟ علشان إيه؟ يعني إحنا خلقنا من طين. إحنا ما خلقناش من طين، إحنا خلقنا من نطفة. اللي خلق من طين سيدنا آدم، إنما إحنا خلقنا ثم ايه نسله من سلالة من ماء شيء النطفة، ثم جعلنا نسله من سلالة. وبعدين افرض يا اخي ان احنا خلقنا حتى بشر من طين، طب ما الطين في منه بعض الذرات مضيئة، هات انت ذرة ذرة كده من ذرات الياقوت والمرجان تجدها مضيئة، وهي كربون، وهات الفحم كربون برضه ومش منور موحد. يعني حتى من حيث الطبيعة ممكن حاجتين من نفس الخامة وتبقى دي منورة ودي مضللة. الفحم مكوناته الكربون، طب والياقوت مكوناته الكربون، والياقوت تلاقيها مديرة منيرة وده تلاقيه معصم. ايه المشكلة؟ ان ده بشر معصم وده بشر مبين منير. ايه اللي مضايقه يعني؟ شيء عجيب. اهو سيدنا ابو هريرة اللي شافه كأن الشمس تجري في وجهه. سيدنا انس بيقول ايه؟ لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انار في المدينه كل شيء، ولما دفن رسول الله اظلم من المدينه كل شيء. ألف. واحنا شايفين المدينه بعد وفاه منوره. الصحابه علشان شافوه في حال حياته وحال وفاته شافوا الفرق. احنا ما شفناش المدينه الا وهي منوره وهو مكتوم فيه. فما بالك لو كان خارج قبره الشريف تبقى إذا كانت هي منيرة بمجرد إن هو موجود صلى الله عليه وسلم. فشيء عجيب. واحد يعمل خطبة على سن والدي النبي في النار. خطبة الجمعة دي مؤذية، هي دي القضية اللي بتشغل المسلمين الآن، وهي دي اللي خطبة الجمعة لعزة الناس وليس لتشويه عقائد الناس. يعملوا خطبة الجمعة تعمل تشويه عقائد الناس. يبقى الإنسان جاي كده حلو ومبسوط وبيحب النبي وبيحب أبيه وبيحب أمه، يخرج من خطبة الجمعة يعرف ان ابو النبي وام النبي في النار. يا ساتر على الشغل.
ده لو فاتت تاخد صلاة الجمعة يبقى أحسن له في اليوم ده. والله لو صلاها ظهر أحسن، لأنه كان قبلها أحسن من بعدها، ما ازداد، ازداد سوءا وازداد فهم سيء. لأن كلما جهلت النبي كلما قل إيمانك، وكلما عرفت النبي كلما ازداد إيمانك، كلما أدخلت السرور على قلبه الشريف كلما ازددت فضلا عند الله، وكلما أدخلت الحزن على قلبه الشريف كلما كنت بعيدا عن الله. فأشياء عجيبة للأسف. والناس تحب يعني خطيب الجمعة ده بعد ما عذب الناس في الخطبة دي كلها، وهم نفسهم يقول لك ممنوع تقبيل اليد، الناس تتسابق على تقبيل يده بدون يد. ولما يشوفوا جماعة صوفية يقبلوا يد الشيخ ولا شوف السجدة الصغرى شرك. طب هو ده بيعملوا ايه؟ تصرفات عجيبة للشرك، وكأنهم لم يقرأوا هذه الأحاديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز طرفيه، مش فاهمين حاجة. ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيء، شيء تطلق على كل موجود في لغة العرب، شيء تطلق على كل موجود في العرف، شيء تطلق على الموجود المحقق في العرف، لكن في اللغة لا، شيء تطلق على كل موجود. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فشيء تطلق على الموجود مطلقا. كويس؟ ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قول عن أبي يونس إسلام بن جبير الدوسي المصري الثقة من الثالثة، قول كأن الشمس تجري في وجهه، قال قيل شبه جريان الشمس في فلكها او في فلكها بجريان الحسن في وجهه صلى الله عليه وسلم، وفيه عكس التشبيه للمبالغه. قال ويحتمل ان يكون من باب تناهي التشبيه، جعل وجهه مقرا ومكانا للشمس. والله ما شبه النبي بشيء الا والنبي فوق هذا الشيء. لأن الإنسان، لأن النبي فوق كل صفة مدح، دي الحقيقة. ده الشمس نورها من النبي أصلا. الشمس أصلا ما نورت إلا لما استمدت من النبي فأنار. فهو الذي أنارها صلى الله عليه وسلم بأنواره، لأنه رحمة للعالمين، والشمس من العالمين. والشمس صلحها في إنارتها، فاستمدت إنارتها منه. استمداد المفتقر للرحمة إلى مصدر الرحمة. فجعله الله مخزن للرحمات صلى الله عليه وسلم، مجتمع الرحمات. العادة أنك لما بتشبه شيء بيبقى المشبه به أعلى من المشبه، إلا في النبي. النبي كل مشبه به النبي أعلى منه صلى الله عليه وسلم. لأن الناس مش لاقية عبارة تصف النبي أصلا. كثرت العبارة عن وصفه. النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. هل تقدر توصف القرآن كلام الله؟ حدش يقدر يوصف القرآن. ستنا عائشة قالت إيه؟ كان خلقه القرآن. كان خلقه، هي كانت عايزة تقول كان قرآنا. بس هي احتشمت. لأن الحقيقة لابد لها من نقاب. وحلاوة الحسن أن يحجب بالنقاط حتى لا يدركه إلا أهل الشفافية وأهل المعاني. فإذا كان القرآن لا يوصف من حيث الإعجاز والجمال وعدم تناهي معانيه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف. وعشان كده كثير من الشعراء المشهورين زي ابن الرومي وغيره وغيره ليهم شعراء شعر كتير ما مدحوش النبي. عجبوا. ما لهمش ولا قصيدة مسرح. ولما سئلوا عن ذلك قالوا كيف نمدحه؟ لا يوجد وصف يليق به اصلا اننا نقول. عجزت اللغه عن التعبير عما فيه صلى الله عليه وسلم. وما رايت احدا هو كتب احد حط الف كده وما رايت احدا
اسرع في مشيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي مع تحقق الوقار والسكون ورعايه الاقتصاد، ممتثلا قوله تعالى: واقصد بمشيك. تطوى له بصيغه المجهول اي تزوى، وتبنى على طريق خط العاده تهوينا عليه وتسهيلا له. وانا لنبهل انفسنا، قال التربشي يجوز فيه فتح النون، لنجهد ولا نبهل وضمها، يقال جهد دابته واجهدها. لو جت من جهد يبقى نجهد، ولو جت من اجهد يبقى نجهد، اذا حمل عليها فوق طاقتها. فالمعنى انا لا نحمل على انفسنا من الاسراع او قيده فوق طاقتها، وانه اي النبي صلى الله عليه وسلم لغير مختارف، اسم الفاعل من الاختراف، وقال ما اخترف له اي ما ابالي به. ما اخترف له اي ما ابالي به، والمعنى غير مبال بمشينا او غير مسرع بحيث تلحقه مشقه، فكانه يمشي على هينا. يقال مبال به اي متعب نفسه فيه. قول هذا حديث غريب، واخره احمد بن قدام وابن سعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي عادي كده، المشي المعتاده، والناس بتحاول تمد وراه ومجهده، وهو ماشي عادي غير مكترث، يعني غير مجهد نفسه. صلى الله عليه وسلم كان الارض تطوى تحت قدميه. وعن ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الانبياء فاذا موسى ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءة، وهي قبيله مشهوره رجالها الضال وثم. ورايت عيسى ابن مريم فاذا اقرب الناس منه فاذا اقرب الناس من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبرائيل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، أي في صورته التي يأتي بها متمثلا في الصورة البشرية، يعني دحية، وهو ابن خليفة الكلبي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح غريب. قال حدثنا الليث وابن سعد عن ابي الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. قوله عرض بصيغه المجهول اي اظهر علي، اظهر علي بتشديد الياء، وذلك اما في المسجد الاقصى ليله الاسراء او في السماوات كما يدل عليه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: رايت ليله عسر يدي موسى رجلا ادم. الحديث قال القاضي: أكثر روايات في وصفين تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسري به، وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابن عباس، وفي رواية ابن المسيب عن أبي هريرة، وليس فيها ذكر التلبية. فإن قيل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات، وهم في الدار الآخرة وليس الدار عمل؟ قلنا عن هذا الإشكال ثلاثة أجوبة: أحدها أن الأنبياء أفضل من الشهداء، والشهداء أحياء عند ربهم، فكذلك الانبياء فلا يبغى ان يصلوا ويحجوا ويتقربوا الى الله بما استطاعوا ما دامت الدنيا وهي دار التكليف الباقيه. ثانيها ان سلم اري حالهم التي كانوا في حياتهم عليها، فمثلوا له كيف كانوا وكيف كان حجهم وشهادتهم. ولهذا قال ايضا في روايه ابي العلي عن ابن عباس عند مسلم: كاني انظر الى موسى وكاني انظر الى يونس. ثالثها ان يكون اخبر عما اوحي اليه صلى الله عليه وسلم من امرهم وما كان منهم، فلهذا ادخل حرف التشريف الروايه وحيث اطلقها فهي محموله على ذلك. فاذا موسى ضرب بفتح المعجمه وسكون الراء بعدها موحده اي نحيف خفيف اللحن، كانه من رجال شنوءة بفتح المعجمه وضم النون وسكون الواو بعدها همزه ثم هاء تأنيث حي من اليمن ينسبون الى شنوءة، وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نضر بن ازل، ولقب شنوءة لشناءان كان بينه وبين اهله، والنسبه اليه شنوئي بالهمز بعد الواو وبالهمز بغير واو، يعني شنئي وشنوئي. قال ابن قتيبة: سمي بذلك من قولك رجل فيه شنوءة، اي تقلد أي تقلده، والتقلد بقاف وزايين التباعد من الأنماط. قال الداوودي: رجال الأز معروفون بالطول، كذا في الفتح شبها كفحتين، أي نظيرا عروة بن مسعود الثقفي، وليس هذا أقل عبد الله بن مسعود
فإنه خذلني. ورأيت إبراهيم أي الخليل عليه الصلاة والسلام يعني نفسه، وهذا تفسير لقول صاحبه. هذا كلام الراوي أي يريد صلى الله عليه وآله وسلم صاحبه نفسه. دحية بكسر الدال وقد يفتح دحية ودحية، وهو من الصحابة وكان من أجمل الناس سورة، وفي رواية مسلم دحية ابن خليفة. قول هذا حديث حسن صحيح غريب وأخرجه مسلم. ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضي لنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.